عندنا اليوم درس جديد من الدروس الوطنية وهو السعدي أو ما يسمى بالعامية الدحية. يجب على كل فرد من أفراد المملكة الأردنية الهاشمية أن يتسلح بهذا السلاح ويقوم باستعماله كلما دعت الحاجة، ويقوم باستعماله كلما دعت الحاجة. هو عبارة عن تقديم الرجل اليسار بالأمام مقدار خطوة، والوقوف على مشط الرجل اليمين، والوقوف على مشط الرجل اليمين، انحناء الظهر زاوية 35 درجة مع الزدع، تقابل الأيدي فتحة مناسبة مع الأكتاف، توزيع الرأس باتجاه المعازيم أو الضيوف. هذا في العدد واحد، لاحظ معي حركة مع العدد واحد. الدحية في العدد واحد، واحد من هنا. عندنا العدد الثاني هو عبارة عن خضع في الركب وصبغ الأيدي على بعضهما مع تحريك الرأس والأكتاف وإحداث صوت مرعب بلفظ الدحية. لاحظ معي العدد الثاني مع الشرح، الدحية بالعدد زين زين حي. أيوة عندنا الدحية الآن نشرحها حركة كاملة مع بعضها، عدد واحد مع العدد الثاني. ها لاحظ عندي هنا، وخلي انتباهك، حجت حجت حجت.